الله تبارك الله. شوف شوف شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. يا هلا ومرحبا حياكم الله. اليوم طلع بريه ومعنا ذبيحتين على البرميلين المندي الصحراء الحجمين الكبير والوسط نستخدمها. اليوم بنسوي حنيذ شغل فاخر من الاخر مع الرز مع كل شيء كله في البرميل ان شاء الله. خلوكم معنا بسم الله. نبدا في الكشنه سريع سريع. نحط البهارات الصحيحه نحمسها مع البصل. فلفل اسود كمون ورق غار هذه نحمسها مع البصل هذا بس عشان تتسبك وتاخذ لها نكهه. والطماطم نحطها بعد ما حمسنا البصل. الحين حطينا الرز، بنحطه على بسم الله. نضيف المويه، المويه ما بنحطها كلها حار، بنخليها مويه وسط فاتره، لا هي حاره ولا هي بارده. اخر شيء الملح، نزود الفلفل ما شاء الله. بسم الله الرحيم الرحيم. نحط المرخ الان، نضيف المرخ وبسم الله في اللحم. اللحم اللي نشوفه قوي عادي نحطه اللي هو يستوي متاخر يعني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما حطينا اللحم برضه بنحط فوقه مرخ شوي وبنسكر بالشبك وبنحط الدور الثاني. لا هذا الدور الثاني ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله بسم الله. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله ما شاء الله. هذه اخر دفعه اخر طبقه. هذا القد هذا البرميل الكبير هذا اللي ياخذ ذبيحتين ما شاء الله تبارك الله. ذبيحتين طيبه ما شاء الله تبارك الله مع الرز ما شاء الله. ونعطيه نص لقطه بس. يا سلام. وهذا المقاس الوسط اليوم كلنا مستخدمينها ما شاء الله تبارك الله. الكبير والوسط ما شاء الله تبارك. الرز بنحطه تحت. بسم الله بسم الله الرحمن. برضو نفس الطريقة مرخ واللحم. بسم الله السلام. بسم الله. هذا الدور الثاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والحين نحط المرخ. بسم الله بسم الله. بسم الله. هذا القسام شوف لازم نخلي فتحة عشان الهواء نشده بس شي بسيط بس تحت. بسم الله ثاني. بسم الله. انا احذر صراحه هذا ما يصلح استخدم مسدس ناسينه لكن لازم مسدس طويل عشان النار قويه ما شاء الله تبارك الله. الان نخليه 25 دقيقه النار عاليه ونخليه بعدين ساعه و45 دقيقه الى ساعه و50 دقيقه نار متوسطه. الاجمالي خليه ساعتين و20 دقيقه عشان يطلع شيء. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف شيء ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يبي سالنا الله يجعله بالعافيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. لا
الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. شوف كيف الضلوع تفكك ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا لايك وبدعمكم نستمر.